السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي ورشة علمية نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتعريف الذكاء الاصطناعي وإزاي إن إحنا نستعين به في تطوير العمارة. فشكرا لمركز الدراسات والتدريب المعماري والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. أنا اسمي عمر سليم، وإن شاء الله هنتكلم على الذكاء الاصطناعي. في تطورات كتيرة حصلت في مجال العمارة ومجال البناء زي انترنت الأشياء، كل حاجة متوصلة بالانترنت والواقع الافتراضي والتكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد. نقدر نطبع مباني كاملة ثلاثية الأبعاد، مش مجرد نموذج صغير، لأ، بيت حقيقي نقدر نحن نعيش فيه. وفي تكنولوجيا النانو نقدر نغير الخصائص بتاعة المادة، فممكن نعمل خرسانة تكون شفافة أو زجاج مقاوم للكسر. في مركبات ذاتية القيادة، في بيانات ضخمة ودراسات تحليلية سياسية الكتل. كل الحاجات دي لما بيدخل معاها الذكاء الاصطناعي بيحصل تطور رهيب جدا، إن ما بتبقاش ثابتة على البرمجة اللي اتبرمجت عليه، لأ، بيبقى فيه تطور كبير. في كل شوية ممكن تلاقي تحديث حصل، ممكن تلاقيه يتعلم من الشغل بتاعك. فلذلك الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في كل حاجة في حياتنا، زي مثلا الموبايلات موجود مثلا في سيري، حتى الاندرويد في مساعد شخص تقدر ان انت تتكلم معاه وممكن تلاقي نتائج رهيبة. يعني ممكن اقول له انا جائع، هات لي اقرب مطعم ليا. مثلا لو انت ما بتحبش اللحوم، انا عايز مطعم نباتي، او بتحب اللحوم عايز مطعم يكون فيه بيبيع سمك بيبيع فراخ وهكذا. بقى موجود في البيوت، موجود في السيارات، فأصبح موجود في كل حتة. فإيه هو أصلا الذكاء الاصطناعي؟ لو جينا نبص على الكلمة هنلاقي ذكاء واصطناعي. فكلمة ذكاء معناها قدرة على التفكير وقدرة على التحليل، أبسط تعريف. إن الشخص ده ذكي، فالشخص ده بيقدر يفهم الحاجة اللي بتتقاله وبيقدر إن هو يتجاوب معاها، عنده قدرة إن هو يفكر يكتشف يستفاد من التجارب السابقة. الاصطناعي معناها ان انا بحاول اقلد الذكاء بتاع الانسان، عايز الكمبيوتر دوت ما يبقاش ثابت، لا ده بيفكر زي الانسان بالظبط. ممكن اديله حتى نظريات معينه وهو يحاول ان هو يثبتها او ينفيها. كان زمان الذكاء بتاع التحدي في الذكاء الاصطناعي ان هو يلعب شطرنج. ليه؟ لان حركات المفروض ان دي لعبه الذكاء. دلوقتي بقت حاجه سهله جدا ومبقاش هو ده التحدي بتاع الذكاء الاصطناعي. بقى تحدي الذكاء الاصطناعي ان هو مثلا يتكلم معايا لمده ساعه ساعتين وانا ما اعرفش ان ده انسان ولا روبوت. ده التحدي اللي ممكن ان احنا ننتظر النتيجه بتاعته. طيب الذكاء الاصطناعي ده مش حاجه اتوجدت في 2020 زي ما الناس متوقعه، لكن هو بقى سهل جدا فالناس بدات تسمع عنه. انما الذكاء الاصطناعي موجود من زمان جدا، من ايام الحرب العالمية الثانية. اصبح في شفرة اللي الالمان بيعملوها كل يوم وبتتغير يوميا، فكل ما اكتشفوها يكون عدى كذا يوم على الشفرة دي وبقى في شفرة تانية. فاخترعوا جهاز يقدر ان هو يكتشف الثغرات ويبدأ ان هو يتعامل معاها. وطبعا اثناء الحرب كانت ميزانية مفتوحة لعمل البحوث والحاجات دي كلها، فحصل طفرة كبيرة جدا في الحرب العالمية الثانية في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال الكمبيوترات. سنة 1997 بدأ يبقى في كمبيوتر اسمه ديب بلو، ده حسب خارق كان كل همته ان هو يلعب شطرنج. بعد كده اصبح حصل مباراة بين اشهر واحد في مجال الشطرنج كاسباروف مع الذكاء الاصطناعي. وفي الاول الذكاء الاصطناعي خسر، لكن بدأوا يطوروا فيه، وبعد كده كسب كاسباروف. فساعتها كاسباروف حس ان في خدعة، انكر الموضوع، قالك ده اكيد هم مستعينين بناس هي اللي بتقول الكمبيوتر يلعب ازاي. لكن بعد كده بدأ يقتنع ان افضل حاجة ان الانسان يتحد مع الذكاء الاصطناعي، يبدأ هما الاتنين يعملوا فريق وهما الاتنين يلعبوا مع بعض كفريق واحد.
طيب في لعبة تانية اسمها جو. اللعبة ديت أصعب من الشطرنج بكتير، لأن الشطرنج بيبقى ليه 20 حركة، كل قطعة ممكن تتحرك مثلا 20 حركة، إنما هنا بتبقى 200 حركة، زائد الناس اللي برمجوه مش عارفين اللعبة تلعب ازاي، مش معرف اللعبة دي، هما بس خلوه يلعب مع نفسه، خلوه يتفرج على الدور كتير جدا، وبعد كده لاعب بطل العالم في اللعبة دي. وفي حركة موجود في أفلام اسمها 37، يعني الشخص الصيني لعب الحركة 36، ف37 لعب حركة مش متدرب عليها ومش هي دي الصح، وحركة غريبة، فأعتقد إن الكمبيوتر أخطأ، لكن اكتشفوا إن دي كانت خدعة أو يعني فخ، بحيث إن الشاب السن لما لعب قدر الكمبيوتر إن هو يفوز. فدي كانت أول مرة الكمبيوتر يلعب حركة هو مش متدرب عليها ومش متعلم عليها. الكلام ده كان سنة 2015. يبقى احنا كده عندنا انواع الذكاء الاصطناعي 3 انواع. في نوع الضيق اللي هو بيعمل حاجة واحدة بس، زي انه يلعب شطرنج. العام، وده اللي الناس بتحاول تطور فيه، ان هو يبقى بيقوم بأكتر مهام. الذكاء الاصطناعي الفائق، ان هو يقدر يتغلب على الذكاء البشري، وحتى الآن ده ما حصلش ولا بنقرب منه ولا حد بيشتغل عليه، احنا لسه في الذكاء الاصطناعي العام. طيب الذكاء الاصطناعي ده المظلة الكبيرة اللي كل حاجة تحتيه، في التعرف على الأصوات، في تحويل الصوت لكتابة، عمل كتابة صوت، في التعرف على الصور، في حاجات كتير جدا. في جزء بقى منه اسمه تعلم الآلة، تعلم الآلة اللي هو ML، إن الآلة تبدأ إنها تتعلم على حاجة ممكن تكون جديدة، فالتعلم الآلي هديله معلومات ويبدأ إن هو يتعلم مع نفسه من خلال الداتا اللي هو بياخدها دي. فالتعلم الآلي قدرة على تحليل البيانات والتعلم منها، وهو بينقسم لثلاث أنواع: تعلم الموجه، إن يبقى في حد بيشرح له وحد بيعلمه وحد يقول له المعلومة الفلانية والمعلومة الفلانية، بديله كمية داتا، لكن أنا بقعد معاه أشرح له إيه دي وإيه دي وإيه دي، ما هذا ما هذا ما هذا. وفي unsupervised learning، يعني أنا مش بقول له كل حاجة، أنا بديله كمية كبيرة من الداتا هو يبدأ يحاول يشوف ايه العوامل المشتركة بينهم. في نوع تالت اللي هو reinforcement learning، اللي هو التعلم من خلال اللعب، ان هو بندخله اللعبة مثلا ان هو يبدأ ان هو يتعلم من خلال الصح والخطأ، ان هو بيبدأ يتعلم فبيشوف النتيجة اللي ظهرت معي. السوبرفايزد ليرنينج، انا بديله الداتا واقول له هذه تفاحة هذا موز، فبيبدا ان هو لما يشوف حاجه من الحاجات دي يقدر يقول دي عباره عن كذا. الانسوبرفايزد ليرنينج، اللي انا بديله الداتا كلها وهو يبدا يحاول يشوف ايه الصفات المشتركه بينهم ويبدا ان هو يستنتج بالشكل دوت. انا ببدا هنا اديله مثلا اقول له هذا حائط، هذا بيت، هذا مبنى سكني، هذا مبنى للعمال، هذا فيلا، وهكذا. الانسوبرفايزد ليرنينج بديله الصور كلها وهو يحاول يكتشف ايه الحاجات المشتركة بينها. على سبيل المثال مثلا هنا بقول له مثلا عايزك لما اديك اي صورة تقدر او اديك اي معلومة تقدر تكتشف البيت ده سعره كام، من خلال مثلا المساحة، عدد الغرف، عدد الحمامات، مساحة الجراج، اتبنى امتى، الموقع بتاعه. هنا مثلا ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي، بديله شوية صور مثلا في تجربة. هنا الموقع ده مجاني وسهل جدا في الاستخدام، فقط بتديله كمية من الداتا وتدربه عليها، وبعد كده هو يبدأ يكتشف الصفات المشتركة. يعني مثلا عملت لنفسي مثلا صورة وانا بشرب قهوة، وصور تانية وانا ما بشربش قهوة، وبعد كده قلت له اكتشف ايه الحاجات، شو انا بشرب قهوة دلوقتي ولا لا، فانا صورت كذا صورة وانا معايا قهوة، صور تانية وانا ماشي. طيب ده ممكن نستفاد منه بايه؟ ممكن مثلا النباتات، تمام، هل النبات دوت ممكن يتعرف على صور امراض كتيرة، ولما يشوف اي صورة يقولك اه ده المرض ده نوع كذا. او اديله مثلا داتا، اقول له مثلا اكتشف لو شفت الصورة دي يبقى دي فيه عيب مثلا في السيارة كذا.
في حاجة تانية اسمها الديب ليرنينج او التعلم العميق، ان انا اديله الداتا هو بيبدأ مع نفسه من خلال الخوارزميات يبدأ يكتشف العلاقة بين الحاجات، ويبدأ يكتشف حاجات انا نفسي معرفهاش. على سبيل المثال مثلا في لعبة مشهورة او في تجربة مشهورة اللي هي ديت، هو عمل فريقين، فريق مثلا لصوص وفريق شرطة، وبدأ يخليهم يلعبوا صوت بعض، ده في ذكاء اصطناعي وده في ذكاء اصطناعي. فبدأ الذكاء الاصطناعي من خلال التعلم العميق يكتشف حاجات احنا نفسنا ما كناش مبرمجين عليها. اكتشف مثلا ان هو في حاجة معينة ممكن تخرجه من قلب اللعبة، او في خدعة ممكن يخليه يفوز. الفريق دوت بدأ يسد بحيث ان الناس ما يجيش يقبضوا عليه. الاحمر بدأ يستفاد بالقطعة دي المثلثة ان هو يهرب ويطلع له فوق السد او الحيطه، فده بقى يسرق المثلث قبل ما يقفل على نفسه. بدأ ياخدها قبل ما يبدأ ان هو يلعب. فاصبح المبرمجين نفسهم بيفاجئوا بحاجات هم نفسهم ما يعرفوش او ما عملوش حسابهم فيها. فالديب ليرنينج عباره عن ايه؟ بيبقى عندي خليه انبوت وخليه اوتبوت. خلايا الانبوت دي المعلومات اللي هو بياخدها سواء مثلا من خلال حاسة اللمس او النظر او السمع، والاوتبوت بيبدأ يديه المعلومة. طب بين الانبوت والاوتبوت في خلايا كتيرة مخفية بتبدأ تحلل الداتا وتبدأ تدي قيمة للمعلومة، يعني مثلا تفاحة، فأكتر حاجة ممكن نعرفها من خلال إن شفتها من خلال إن أنا تذوقتها وهكذا، فدي ممكن يديها رقم ودي ممكن يديها رقم. طيب التعلم المعزز ان انا بديله لعبة وخليه يجرب يلعبها من غير ما اشرح له ايه ازاي تكسب وازاي تخسر، هو بمجرد التجربة بيبدأ ان هو يعرف انا لو عملت دي بكسب لو عملت دي بخسر وهكذا، من خلال ان يبقى فيه شبكات عزبونية اصطناعية تبدأ انها تفهم الحاجة وتبدأ تدي ليها قيم. في شبكة خصومية توليدية بتبدأ تولد صور جديدة، تبدأ تولد معلومات جديدة. في شبكات عصبية تلفية بتبدأ انها تحلل الداتا وتبدأ انها تتعرف عليها. طيب من ضمن مثلا الحاجات ان انا ممكن يبقى عندي مثلا حاجة زي كده، ابدأ ان انا ارسم شكل معين والشكل دوت يبدأ ان هو يبقى على هيئة بيت، واقول له مثلا الحتة دي انا عايز هنا المدخل هنا الشباك، ويبدأ ان هو يعمل لي البيت ويقسمه حسب الغرف ويبدأ يدي قيم معينة ويحلل الحرارة اللي هتبقى موجودة وهكذا. طيب دي برضو من ضمن الحاجات القوية جدا في الذكاء الصناعي. دلوقتي هنا ده بيبدأ يحلل اللغات القديمة، منها مثلا اللغة الهيروغليفية او اللغات القديمة، ويبدأ ان هو يتعرف على النقوشات، ويبدأ ان هو يبقى فيه زي قاموس لكل المعلومات. دي تبع جوجل، تمام؟ بيبدأ يشرح لك ويبدأ يعلمك ويبدأ ان هو يتطور معاك، learn play work، وتبدأ ياخد مخططات كتيرة ويبدأ ان هو يستنتج اللغة ويبدأ ان هو يفهم اللغة بشكل قوي. فده محتاجينه بالذات، يعني ان عندنا لغات قديمة هيساعدنا في اكتشاف اللي مكتوب. في نوع من انواع الذكاء اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، بيبدأ ينشئ محتوى جديد، ممكن يكون كتابة ممكن يكون صور، هنقدر نستخدمها في المجال بتاعنا. ده مثلا احد الشباب المصريين، اكونكس، شركة اكونكس شركة مصرية، بدأ ان هو يحلل النظام التصميم اللي هيبقى موجود في مصنع وازاي يقدر يمشي المنتج من مكان لمكان. بيبدأ يحط حلول كتيرة جدا وخوارزميات ويبدأ ان هو يشوف انسب حاجة. فمثلا هنا مثلا بنقول له في فيلا معينة، فهو بيبدأ يشوف التوزيع هيبقى عامل ازاي ويبدأ يعمل لك التوزيع والمخطط، ويبدأ ان هو يديهولك اوتوكاد. فدي طبعا حاجة جميلة جدا، اكونكس تقدروا تدخلوا على الموقع وتستفادوا منه ان شاء الله. ده برضو التصميم من خلال كونكس، اسف كونكس مش اكونكس، كونكس دوت اي اي. تقدر تقول له انا عايز تصميم معين فيبدأ ان هو يعمله لك،
وبعد كده يعمل لك الدراسات البيئية لتوفير الطاقة. قدروا ان هم يقللوا الحمل الحراري للواجهات بنسبة 88% من 900 كيلو وات في الساعة المتر مربع ل 100 كيلو وات في المتر مربع. طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستعين بيها بشكل قوي جدا؟ في مثلا المايكروسوفت كوبايلوت. مايكروسوفت كوبايلوت معتمد على شات جي بي تي 4 لكن مجاني، ما تدفعش فيه فلوس. فتقدر انت تسأله عن افكار تصميمية. يعني كنت شغال في احد المشاريع، فهو كان مشروع في يعني مشروع محتاج تصميم هندي، فقلت له طب ايه الفكر في العمارة الهندية؟ طب ايه الفرق بينهم بالعمارة المعمارية؟ طب ايه الشكل الموجود على علم الهند؟ طب بدأت ادخل بقى في تفاصيل القبة اللي موجودة، ايه الفرق بينها وبين القبة العربية وهكذا، بحيث ان الواحد في فترة قليلة قدر ان هو يفهم حاجات كتيرة كان ممكن محتاج كتب كتيرة عشان يساعد. فاللارج لانجوج موديل او ال ال ام بنلاقي منه امثله، مثلا الاوبن اي اي تقدر ان انت تساله اسئله كتيره ويبدا ان هو يساعدك في الفهم كتابه كانك بتكلم حد خبير. افضل حاجه تقول له انا عايز اتعامل مع مهندس معماري مثلا ويشرح لي الجزئيه دي، فهيشرح لك ان فعلا اتعامل مع مهندس معماري. دي اهم المواقع زي مثلا جوجل بارد، في هاجنج فيس بيست ان هو مشاريع اوبن سورس كتيره، بينج برضو، في موقع عربي اسمه كاتب تقدر تدوس وتكتب لك المقالات على طول. دي مواقع بتنتج لك الصور وفي حاجات خاصه بالعماره، يعني تقدر اي حاجه تقولها له هيبدا يعملها لك على شكل لوح معماري. طبعا ميدجورني، لكن ميدجورني بفلوس، فلذلك هتلاقي بدائل كتيرة جدا تقدر انت تجربهم وتشوف اني الانسب للشغل بتاعك. في ادوب فاير فلاي. ادوب فاير فلاي هي ادوب الشركة اللي عاملة فوتوشوب، فعاملة موقع عشان تجرب المنتج قبل ما ينزل في الفوتوشوب، وحاليا اغلب الحاجات دي او كلها بقت موجودة في الفوتوشوب والادوب بريمير وهكذا. فممكن تقول له مثلا ايه، خد الصورة دي واعمل لها ريديزاين، او خد الصورة دي وش احذف جزء منها او اعمل لها رندر تاني. ففي ابداع كتير جدا في الفاير فلاي. دي شويه صور اتعملت بس من خلال الميدجورني وده بفلوس، والديل 2 ده تبع شركه اوبن اي اي لكن ممكن تستعمله ببلاش، والستيبل ديفيجن ده بس طبعا عندك على الجهاز وتقدر تشتغل بيه بشكل قوي. عشان تشتغل بيه بشكل قوي لازم تكون بتعرف تكتب برومت. برومت مع التعود بتتقنه. البرومت بتديله تكست يديك ايمج، تديله تكست مثلا تقول له انا عايز صورة مبنى فيلا للدكتور سنان، فيبدا يعمل لك المبنى دوت. فلازم تتعود ان انت تكتب حاجه تكون مفهومه. في موقع اسمه تنسور بيبدا يديك امكانيات ان انت تديله تكست وهو يعمل لك صور رائعه. دي مثلا صور عملناها في جامعه المنصوره، دي صور قبل وبعد، وده مثلا مبنى كليه الهندسه عملناه بأكتر من شكل، وفي كتلة اديناها له وبدأنا نحول الكتلة دي لحاجة تكون متعمل لها رندر بأكتر من شكل. دي الكلية وده الشكل. تمام. ده موقع اسمه تيست فيت، ده مهم جدا في مجال العمارة. أي قطعة أرض فاضية ببدأ إن أنا أقول له ابدأ اعملها لي على شكل مباني بالشكل دوت، هو اوتوماتيك بيبدا يقسم لي. ولو انا عدلت كل حاجه بتتعدل، يعني لو انا وسعت في مساحه غرفه فهو بيبدا ان هو يعيد توزيع الغرف من اول وجديد، وبعد كده بيديني الاداء بتاع للمبنى كله في نفس الوقت لحظيا اول ما بعدل اي داتا. ده برضو موقع اسمه هايبر، بيبدا ان هو ينشئ المباني ويبدا ان هو بحركه بسيطه يعدل كل حاجه ويبدا يديني تحليل للمبنى بشكل قوي جدا، يساعدني ان انا اختار افضل تصميم للمبنى. وسويب برضو، بص اول ما بغير في اي غرفه كل حاجه تانية بتتغير، حتى الاساس الداخلي اللي جوه ممكن يكون فيه 8 كراسي يبقوا 10 يبقوا 4، يبدا ان هو يعيد التوزيع، ممكن يضيف غرفه او يحذف غرفه حسب المساحه. وكذلك فينش 3D. طبعا الفكرة كلها ان هو
ده يعني اخذ معلومات كتيره جدا وتجارب كتيره جدا في التصميم الداخلي، بحيث ان هو يشوف انسب حاجه للتصميم. موقع اوتوديسك فورما اي اي، ده موقع تبع اوتوديسك. اي قطعه ارض بتبدا ان انت تشوفها تقسم والارتفاعات، فهو بيعمل لك دراسات للرياح، للظلال، للشمس، للصوت. هل لو انا مثلا عملت شارع في النص ده ممكن اضايق الناس ولا ما اضايقش الناس؟ هل كل المباني شايفه نقطه معينه؟ ممكن يكون المبنى دوت محطوط على البحر مثلا، فانت شايف البحر وشايف السفن ولا لا؟ فدي من ضمن الحاجات اللي بتعمل تحليل بشكل قوي جدا وسريع. التول كوف دي احد التول اللي تقدر تعمل دراسه للضوء والاشعاع وتصميم الواجهه ونمذجه للطاقه وتحسين ضوء النهار. في موقع سماكت اي اي بيخلينا اعمل مخططات بشكل قوي جدا وسريع، من خلال ان هو درس ملايين المخططات. برضو ديجيتال بلو فوم بيبدا يدرس لي اي مكان بديهوله ويبدا يوجد لي التجارب وتقييم الخيارات الموجوده، ويقدر يعمل اكتر من تصميم. اركتكت ده زي شات جي بي تي، لكن المنتج مش هيكون تكست، لا هيكون مخطط. يعني اقول له انا محتاج مخطط ارضي يكون فيه 3 كيتشن و2 بيدروم على مساحه كذا، فيبدا ان هو يوجد لي المخططات. جريف دوت بيلد بيقدر يعمل تحليلات تربط الاشخاص والمشاريع والبيانات، واي تعديل بيحصل في كل المباني. برضو ده بيعمل مخططات الارضيات. ده موقع جميل او برنامج جميل بيستخدم في الاماكن المزدحمه، ان هو يشوف المسارات بتاعت الناس تبقى عامله ازاي، وهل انا محتاج ان انا اعدل في العرض بتاع الطرقه او الكوريدور ولا لا. برضه من الذكاء الاصطناعي جنريتيف ديزاين، ان هو اقول له انا بفكر في ايه ويوجد لي كل التصاميم الممكنه، وبعد كده انا ابدا احط قيود، فيبدا ان هو يعمل لي حاجه خاصه بيا. على سبيل المثال انا عندي مثلا قطعه ارض، فبقول له اعمل لي اكتر من تصميم، فهو بيعمل عشرات التصاميم. فانا بقول لا انا عايز التصاميم اللي ما يكونش الارتفاع بيزيد عن مثلا 10 متر، فيحسب كل التصاميم اللي فوق 10 متر. طب انا عايز التصاميم اللي يكون في جزء كبير جدا من الارض للزراعه، فيبدا ان هو يحذف اي حاجه كانت واخده الارض كلها، وهكذا لحد ما يوجد لي التصميم الامثل للي انا محتاجه. هو موجود جوه الريفت، وفي برضه بعض البرامج زي هنشوف مع بعض كذا حاجه تقدر انها توفر لي الخاصيه ديت. ممكن يكون عندي غرفه فمحتاج ان انا اعملها توزيع للفرنتشر، للترابيزات، للكراسي، فاعمل لي اكثر من تصميم وانا اختار ايه افضل حاجه بالنسبه لي. ده برضو مثلا موقع اسمه بارافين بيبدا ان هو يدي له قطعه ارض ويديه توزيعات كتيره وانا اختار الافضل ليا. وممكن تستعين بالداينامو، دي برمجه سهله جدا وبسيطه، برمجه مرئيه موجوده جوه الريفت تقدر تحقق لي القصه دي. هنا ده برضو موقع بديله أي تصميم، وهو يبدأ يعمل لي دراسة للشمس والظلال اللي هتكون موجودة. ده موقع اسمه باس دبليو، ده بيساعد الناس في تصميم الاستراكشر. ده موقع مثلا ماجيك كاد، ده برنامج بيسطب جوه الريفت، فيه مزايا كتير جدا. ممكن أقول له وزع مخارج الهواء او السبرينكلر بتاع الفاير بحسب الكود الامريكي او البريطاني، يبدا ان هو يوزع العناصر ديت ويوصل بينها. ده موقع اسمه mnml.ai، في اكتر من حاجه. ممكن اديله سكتش وحول السكتش ده صوره، ممكن يعمل لي الاكستيريور اي اي او الانتيريور اي اي، ممكن تصور اي صوره مثلا وتقول له اعملها لي بتوزيع اخر، يعني صورت مكان سواء كان في اساس او في عفش او في عناصر موجوده ولا لا، واقول له اوجدها لي بشكل اخر، فهو بيثبت الحوايط والشبابيك، لكن التصميم الداخلي بيعيد تصميمه.
روم جي بي تي برضو اي مكان تقدر انت تصوره، ويبدأ ان هو دي الصورة الاصلية، يبدأ ان هو يكون لك صور كتيرة مختلفة. هوم ستايل موقع سهل جدا وبسيط، تقدر يعمل تصاميم كويسة. نفس الفكرة كو هوم، تقدر تصمم تصاميم كتيرة اونلاين من غير ما تشغل على الجهاز بتاعك. برضو الموقع دوت اللي هو رانواي ام ال، في خدع كتيرة فيديو، ممكن يكون عندك ملف فيديو فيه شخص بيتحرك، فتحدد الشخص ده وتقول له الغي لي الشخص دوت. فالذكاء الاصطناعي بقى اساسي في قلب الشغل بتاعنا، موجود في الريفت. على سبيل المثال ده موقع اسمه ايلوف لاب، ممكن تديله اي تصميم وهو يبدأ ان هو يوصل بينهم باشكال مختلفة، وانت تشوف ان الافضل ليك. او ممكن تديله صورة واحدة وهو يبدأ يعمل لك تصميمات كتير جدا، وده بيشتغل جوه الريفت. ممكن تديله مثلا تصاميم كتيرة وهو يعمل لك جنريت ديزاين جواه. ده من الادوات القوية جدا، اللي هو ان هو يشوف المخططات، حاجة اسمها اوتوميتد كومبلاينس تشيك، يبدأ يفحص المخططات ويقول لك إذا كان فيها أخطاء سواء معماري أو إنشائي أو في الاستدامة. موقع البناء نفسها الكاميرات موجودة، بحيث إن لو في حد دخل وهو مش لابس الكاب أو مش لابس الخوذة يبدأ إن هو يعمل تنبيه، أو مش لابس سيفتي يبدأ يعمل تنبيه على طول. فده موقع برضه يبدأ إن هو يراقب التطور في المجالات بتاعتك، بحيث لو في اي مشكلة يبدأ ان هو ينبهك ليها. لو انت عايز تتعلم بقى الذكاء الاصطناعي، فافضل حاجة ان انت تتعلم لغة البايثون، لانها لغة سهلة جدا وبسيطة وفيها مكتبات كتيرة جاهزة، تقدر ان انت تتقن الذكاء الاصطناعي. حاليا ممكن تشتغل بالذكاء الاصطناعي بدون ما تتعلم لغة برمجة، لان اصبح الموضوع اسهل بكتير. لكن لو انت عايز تعمل حاجة قوية ومواقع قوية، تقدر تستعين بالبايثون. في لغة اسمها رينج للمهندس محمود فايد، وده مصري، عمل لغة جميلة جدا نقدر نبرمج بيها حاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي. دي بعض المواقع اللي ممكن تتعلم منها مجانا الذكاء الاصطناعي، ودي اخر ابحاث، ودي اهم مواقع الذكاء الاصطناعي اللي ان شاء الله تكون مفيدة. وده الصفحة بتاعتي، لو حد حابب ان هو يتواصل معايا اتشرف بإذن الله. وصفحة الفيسبوك ولينكد ان واليوتيوب، ان شاء الله الشرائح هتبقى موجودة لو حد حابب ان هو يحملها ويبدأ ان هو يجرب المواقع ديت. واتشرف بالتواصل، وشكرا ليكم وشكرا لكل اهل اليمن بإذن الله.